بسم الله الرحمن الرحيم. هنشوف تكنولوجيا جديدة مايكروسوفت عاملاها تجربة عبقرية، ومن سطح المكتب بتاعك يبقى هو الشاشة الكمبيوتر، فتشتغل بإيديك على لوحة الرسم بطريقة سهلة جدا وبسيطة جدا، وتقدر تختار الألوان واللير وتعدل زي ما انت عايز. هتسهل كتير على المصممين والناس اللي شغالة في التصميم المعماري والإنشائي والكهروميكانيكال بسهولة جدا. يغير اللون، يغير السايز، يغير السكيل، يقرب يبعد زي ما هو عايز. اتوقع قريبا جدا اوتوديسك تبدأ تنزل البرامج بتاعتها تشتغل بنفس الطريقة ديت، يعني تلاقي الاوتوكاد والريفت تشتغل على الشاشات ديت، وده هيسهل كتير جدا من الشغل، وهيعمل نقلة زي ما الناس الاول كانت بتشتغل بالورق والقلم، وبعد كده جه الاوتوكاد، وبعد كده جه برامج البيم. فاتوقع نفس الفكرة برضو، وهتبقى طفرة في مجال الصناعة. بسهولة انت بتقرب من اي حاجة انت عايزها، تعمل زوم، سكيل، ترسم حاجة بايديك زي ما انت عايز. اتمنى ان انا اجربها قريب ان شاء الله. اخوكم عمر سليم.